بسم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة إن شاء الله بنتكلم عن حاجة مهمة جدا، إزاي تعمل نسخة وهمية على جهازك بحيث إن أنت تبدأ تشتغل عليها بدون أي خوف لجهازك يتضرر. أي برامج مثلا عاوز تسطبها وفيها مثلا تروجان أو سباي وير، تقدر مثلا إن أنت تعمل بيها كراكينج أو تعمل بيها تجسس أو تعمل اللي أنت عاوزه من غير ما تخاف على المحتويات اللي في جهازك لو بما فيها مثلا حاجات مهمة، صور شخصية بتاع. في عندنا كذا برنامج، احنا النهاردة بنتكلم عن VM Workstation. تعمله داونلود من على الويب سايت، والسيريال كده هحطه لك تحت الفيديو. دي اخر نسخة. في عندك فيرتشوال بوكس وفي برامج تانية كتير، بس انا بصراحة يعني بفضل ده. بعد ما حملناه من الموقع وبنسطبه، تسطيب عادي جدا ما فيهوش اي مشكلة. اول خطوة لازم تقوم بيها عشان تحمي نفسك في مجال انت مثلا عايز شغال بقى في الكراكينج، تعمل بن وتعمل بسم الله اللي هو اعلانات مثلا على الفيس والكلام ده. لازم تحمي جهازك بالذات لو هو جهاز مثلا الاساسي بتاعك وعليه حاجات شخصيه. لو في عندك جهازين وفي واحد مثلا بتلعب بيه كده مفيش مشكله، انما لو جهازك الاساسي لازم تعمل اللي انا بعمله حالا، ان انت تعمل نسخه وهميه زي جهاز تاني بس جهاز وهمي. نسخه البرنامج في ام دي بصراحه جميله جدا، وهي كانت وهي بتتباع طبعا ولا سيريال. البرامج التانية مجانية، فانا عشان كده بفضل دي. اللايسنس هحطه لكم تحت الديسكريبشن كده، بس تثبت ومفيش عندنا مشكلة. بالتوفيق ان شاء الله، مع السلامة.